حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت لاهلها يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق